السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى. فيديو جديد، موضوع جديد مع فيصل مدن في قناة فيصل بشارة. الخوت والخواتات، كما قالوا الناس ديال زمان، عيش نهار تسمع خبار. والخبار ديال اليوم أنا براسي والله ما تيقته. تشكر الأخ مصطفى اللي هو قلب عليه ولقاه وصيفطو ليا. كنشكرك يا أخي من هذا المنبر من قناة فيصل بشارة. حقيقة هذا الشيء كيضرب في الخاطر. هذا الخبر نزل البارح على الساعة 10:45. وبلا ما تقول لي واش بصح ولا ماشي بصح، لا بصح. ولا ما تيقتيش، سير ريستوران في مدريد، هذا الريستوران موجودة في مدريد. ولا جيتي لإسبانيا، سير هذا الريستوران. بلا ما نقول لك الاسم ديالك، الاسم ديالنا تلقاه في الرابط كذلك. خاصكم تعرفوا يا المشاهدين الكرام، الموضوع جد هام. هاد الناس بغاو يساليو معانا. كيفاش بغاو يساليو معانا؟ ما بغاوش يشوفوا مستقبلا القاعده. عرفتوا شنو هي القاعده؟ مركز تاكيت. القاعده ما تبقاش، يعني انت تبقى عايش انت والمدام ديالك، ولكن انت والمدام ما عندك ما دير فرع الراس. ابقاو ياكلوه ويحللوه كيف ما بغا، يعني يمكن لك توجدوا وتقادوا، وداك الكتكوت في 3 شهور الاولى يمكن لك تبيعوا. تبيعوا باش انه يكون على شكل طابق من ذهب. الناس عزيز عليهم الكتاكيت مستقبلا، وهادشي حلال. بغاو يرجعوا هادشي حلال. ندخل معك في الموضوع، لقاش جد مهم باش تعرف الحقيقه المره اللي ولينا كنشوفوها في هاد الاوقات الاخيره من اخر الزمان. بطبيعة الحال من اخر الزمان، لقاش واقرة وصلنا لاخر الزمان. ماشي واقرة، نحيدك واقرة، وصلنا لاخر الزمان. ملي ولينا كنشوفو على ان واحد الشاف ديال الكوزينة، واحد الشاف شاف ديال الكوزينة، طباخ شاف الكوزينة، عنده جوج ديال النجمات، يعني جوج ديال الاستريات، وجد واحد الطبق على شكل حساء وفيه الكسكس عنده غير 3 شهور، شويه ديال الفاصوليا وشويه ديال اللوز، وقدموا لي اول مره كعرض باش انه يطلع في الستريات ديالو، في النجوميه ديالو. انا نوريك التصويره، انت براسك راسك يضرك، تقول ويلي هادشي ما يمكنش. اسيد هو براسو وجدك طبق من ذهب، وهو مرتبك فاش غيقدمو على لي كليون ديالو اللي داخل الريستوران ديالو. وهذا الريستوران كاينه في مدريد، ان شاء الله نمشي لمدريد والله تمشي حتى لعندهم ونصور داكشي. والله تمشي حتى نوعدكم هذا المنبر، نعرف من برشلونه لمدريد ان شاء الله، راه كاينه واحد الهبيطه وغنصور لك داكشي، ونقلب على الريستوران ونشوف هذا الطبق هذا من ذهب اللي هو فيه واحد كسكوت ديال 3 أشهر وكل شهر، ماشي مشكل، حالنا مشكورة. هادشي راه شفناه في بلاد مجبدين العين إلا عقلتو معايا، شفتوه ووريتكم واحد الفيديو هادي تقريبا من شهر 10 ولا شهر 11، على أنهم كاينة يعني مجزرة ديالهم بوحدهم، مجزرة ديالهم بوحدهم تفصلوا ويقدوا ويسلخوا ويصلوا ويقدوا ويصيفطوا داكشي للاسواق لبيع المواد الغذائيه، وكذلك يصيفطوا للريستورات وبلاد مجبدين العينين كياكلوا هاد المسائل هادي. وانتم عرفتوا الناس ديال الماسو، الماسو عندهم الطقوس ديالهم في هاد الميادين باش انهم عزيز عليهم الكتاكيت، ياكلوا الكتاكيت. فهمان فهمان، كنت معكم شفرات لعل واسه تفهم. الغريب في الامر على ان هذا الانسان هذا طبيعي الحال حتى واحد ما يقدر يتجرأ، وما عمري ما شفت واحد هنا في اسبانيا على انه وجد واحد طبق ديال الحساء وفيه ذاك البنادم، فيه ذاك البنادم عنده 3 شهور في شكل، ويجي بنادم وشربوا. باغي تعرف طبيعة الحال تصويره. هانتوما الاخوان، انا نوريك من هنا ماشي مشكل،
وحكموا نتوما. انتما الاخوه هادشي تلقاه وقراه بتمعن. دابا رخت عليكم بالله، اش بان لكم في هادشي كامل؟ ماشي بغاو يساليو معنا باي شكل كان، ماشي بلاد مجبدين العينين قالك اسيدي نتوما ما تبقاش تولدوا، انتي قابلي راجل وعيش الحياه السعيده، انا تبغي شي وليد اجي نقادو لك في الرحم الروبوت، واحد الرحم على شكل ماكينه نعماسي وتقاد لك وتفصل لك، بغيتي اسمي مر زعير وتخرجوا لك ها بلا ما نقول السميه ديالو. دوين على هاد المسائل شحال هادي، هما كيبرهنوا وتيبينوا على ان هاد الناس عزيز عليهم اللحم البشري، عزيز عليهم بطبيعه الحال، حاله لا مشكوره لا من محاسب ولا من مراقب. دابا بحال هذا ما يتحاسبش، بغيت نفهم من قدم الطبق هذا واش هو زعما كاين جانبي العمل؟ ما كاينش المحاسبه، ما كاينش المراقبه، وهذه راه جريمه في حد ذاتها، هذه كنسميها انا جريمه في حد ذاتها، على انك تطبق يا ربي اسمح لي اسمحوا لي اخوان تقدم داك الطبق على داك الشكل، ما فهمتش انا حقيقه شكل قالك في مقابله ديال داك الانسان وسولوه هل هو طبق فريد من نوعه، قالوا اعتقد كذلك، اعتقد ذلك لانه وار انا وجدته قديته باش انني مستقبلا كنقدمو ان شاء الله بحول الله للكليون ديالي، حيث قال مبتكرها الذي عرض نسخته من الحساء في مدريد مع محاكاة بطبيعة الحال داك الكتكوت ديال 3 شهور اللي كيبلغ في العمر ديالو 3 شهور بطبيعة الحال، ولقى واحد الردود ديال الفعل ديال العديد ديال الكليان اللي هما جاتهم غريبة باش انه يقدم لهم داك الطبق، وقال لهم 10 سنين قبل قدمت واحد الطبق ديال اكبر ثعبان باش انني نزيد الدرجات ديالي. هاد الانسان هاد الشاف ديال الكوزينه والله العظيم انا ضرني فيه العجب، والله انا بعد كل ما بقيت من هذا المقال ضرني في راسي. قالك ليست هذه هي المره الاولى التي يتم فيها وضع العشاء في مواقف مساومه قليلا، ليست المرة الأولى. يعترف من يؤكد أن الأكثر تطرفا الذي تم تقديمه في هذا الريستوران لمدة 24 ساعة 24 عام كان ثعبانا مباشرا للعميل ليقرر تناول الطعام أو العفو عنه. أنا استغرب تتقراو الخوص هذا الموضوع لاقاش ما قدرتش نكمل أنا، ضرني في راسي. أنا السؤال المطروح ليكم وليا والعديد من المشاهدين، دخلت عليكم بالله هاد الناس فين غادي بينا؟ والسؤال الثاني واش زعما هذا ما خصوش يتحاكم باش انه يقدم الطبق اللي كليون بحال هكا ما خصوش يتحاكم وطبق من ذهب؟ ما فهمتش تالي هذا خوتي خواتاتي، هذا هو العالم الجديد اللي غادي لنا به هاد الناس هادو، يعني في اخر المطاف نبقاو ناكلوا بعضنا البعض، هادي هي خلاصه القول. خوتي خواتاتي شكرا جزيلا للمتابعه، تابعونا على قناة فيصل برشلونة، بارطاجي لايك على وسائل النطاق، اللي بغى يشارك معنا في القناة مرحبا به، واللي ما بغاش يشارك مرحبا به، حنا ولاد كبيرة، وحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هادشي مابقاش كيطمن، الله يعاونكم، وحبكم في الله، السلام عليكم.